يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص يقول أدخل الصلاة مع الإمام من أولها، ثم أثناء قراءتي للفاتحة في الصلاة السرية يركع الإمام ولم أكمل الفاتحة بعد، فماذا أفعل؟ هل أركع مع الإمام ولو لم أكمل الفاتحة، أم ماذا أصنع مع العلم أن هذا يتكرر معي كثيرا؟ لا شك أنك تركع مع الإمام، قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فلا بد أن تركع معه ولو لم تكمل الفاتحة. ولما جاء أبو بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، ركع معه ولم يكن قرأ الفاتحة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم.